السلام عليكم، مرحبا أعزائي طلاب الصف السابع. أنا الآنسة عائشة ممس، رح كون معكم بدرس جديد من دروسنا للرياضيات. بهذا الدرس رح نختم إن شاء الله عملية الجمع على الأعداد الصحيحة. مثل ما بتتذكروا بالدروس الماضية حكينا عن الأعداد الصحيحة شو بتعني، وحكينا عن عملية الجمع، وحكينا عن حالات خاصة بعملية الجمع لما بيكون الإشارات مختلفة ولما بيكونوا الإشارات متشابهة. بهذا الدرس رح نتعرف على خواص تانية لعملية الجمع، وهيك منكون خلصنا من كل شي بخص عملية الجمع على الأعداد الصحيحة. بتمنى تركزوا معي ويكون معكم ورقة وقلم وعم تكتبوا الملاحظات معي مشان تفهموا أكتر. تام سايلارلا طبلما إشلي منين أوزل كليري، يعني خواص عملية الجمع مع الأعداد الصحيحة. الشاضكي إشلم لرين سنوشلارنا بولونوس، أوجدوا لي نتيجة العمليات في الأسفل. إكس بيش أرت أرت أوت. مثل ما نكون ملاحظين عندي عملية جمع من عددين مختلفين بالإشارة، الأول إشارته سالب والثاني إشارته موجب. فأنا بتذكر القاعدة اللي أخذت الدرس الماضي، لما بيكون عندي عددين مختلفين بالإشارة شو بعمل؟ باخد إشارة العدد الأكبر وبطرح. مين هون العدد الأكبر؟ الخمسة ولا ثلاثة؟ طبعا خمسة ولا ثلاثة بغض النظر عن إشارتهم، باخده كعدد مجرد من الإشارة بالقيمة المطلقة. تمام؟ لو بدي أخده مع الإشارة كانت الثلاثة أكبر، لأنه حكيت دائما الأعداد الموجبة أكبر من الأعداد السالبة. فهون باخد الأعداد لما بدي قارن مين الأكبر بالقيمة المطلقة، يعني مجرد من الإشارة. اولا بقول اشارة الاكبر، مين الاكبر؟ الخمسة، بحط اشارته بالجواب وباخذ الفرق بيناتهم. شو هو الفرق بيناتهم؟ خمسة ناقص ثلاثة اثنين، يعني الجواب ناقص اثنين. طيب بالسؤال اللي بعده عم بيقول لي ارت اوت ارت اكس بيش زائد ثلاثة زائد ناقص خمسة. طيب هون مين الاكبر؟ من العدد الأكبر؟ خمسة. شو إشارته؟ ناقص. فبالتالي إشارة الأكبر ومنطرح أو مناخد الفرق. شو الفرق بيناتهم؟ اثنين. طيب يا شطورين، لاحظتوا لي في شي هون مختلف؟ طلع عندي نفس الجواب. طيب وهون بالعملية شو في مختلف؟ في مختلف ترتيب الأعداد، سواء أخذت الخمسة كهي الحد الأول أو الحد الثاني في عملية الجمع، يعني أخذتها قبل إشارة الزائد أو بعد إشارة الزائد. يا ترى اختلف معي الجواب؟ لا ما اختلف معي، يعني لما بعيد ترتيب العملية الجواب بيبقى نفسه، بشرط إني حافظ على الإشارة. أنا أخذت الرقم مثل ما هو مع إشارته، لما باخده مع إشارته وببدل ما بتغير عندي شيء. يعني لو قلت واحد زائد اثنين ولا اثنين زائد واحد، مو اثنيناتهم بيساوي ثلاثة؟ أكيد. المهم انه انا اخذ كل رقم مع اشارته. عم يحكي لي طبلما اشلمينده تام سايلارن يرلري ديشتيلدينده سونوچتا ناصل بير ديشيكليك اولماكتادير. شو عم بصير عندي تغيير بالنتيجه لما عم غير مكان الاعداد في عمليه الجمع؟ ما عم يتغير اي شيء، يعني بكتب له ديشيكليك يوك. هاي كلمه ديشيكليك ذاتها مكتوبه، بكتب ديشيكليك يوك. طيب يا شطورين، منشوف هاي الملاحظة. toplam tam sayıların yeri değiştirildiğinde toplam değişmez، يعني لما بغير مكان الأعداد الصحيحة المجموعة، يعني هدول اللي بدي أجمعهم أنا، toplam النتيجة değişmez، toplam değişmez النتيجة لا تتغير. أوكي، هاي أهم فكرة أنه ما بتتغير النتيجة. buna göre tam sayılarda toplama işleminin ديشمة أزلية واردر، يعني عملية الجمع إلى خاصية التبديل. ديشمة يعني تبديل، معناها عملية الجمع عملية تبديلية. ديشمة أزلية واردر، يعني إذا غيرت هذا الرقم مكان هذا وهذا مكان هذا ما بيتغير عندي شيء، فبالتالي عملية الجمع عملية تبديلية. عم يحكي لي هون أشغدكي إشلملرين سونوشلارنا بولونوز، أوجدوا لي نتيجة العمليات في الأسفل. أعطيني إكي بارنتيز
بيك بارنتيس هدول أقواس كبيرة وأقواس صغيرة. بيش أرتي إكسي سكيس إكي بارنتيس أرتي إكسي إكي. طيب هون ليش هيك عامل لي عطيني هون قوس وهون قوس؟ عم يعمل لي هون عملية الجمع على شكل جروبات. لنفترض انه انا انسان ماني متمرن كتير على عمليات الجمع او انا رح اتلبك، تمام، لاني رح اتلبك شوي بعملية الجمع، فبقوم بعمل على شكل جروبات. لنفترض انا عندي بير ارت اكي ارت اوت، هدول انا بصعب علي اني اجمعهم مع بعضهم بهذا الشكل، فبالتالي شو بعمل؟ بجيب هدول بعملهم جروب لحالهم، باخد مجموعهم بير ارتي اكي اشتر اوت، ونتيجة هذا الجروب بجمعه مع هذا العدد اللي بقي عندي هون بصيروا اوت ارتي اوت، هاي مع هاي اشتر. نرجع لمثالنا، هون عامل لي الخمسة والثمانية والناقص ثمانية جروب مع بعضهم، بصير خمسة زائد الناقص ثمانية شو بيساوي هون؟ زائد ناقص اتنين، يعني باخد الجواب اللي رح يطلع معي هون زائد ناقص اتنين. طيب خلونا ناخد اول شي مجموع الجروب الاول، خمسة زائد ناقص تمانية اشارة الاكبر، وبطرح شو هي اشارة الاكبر؟ لتمانية ناقص تلاتة، الفرق بيناتهم صح؟ طيب وعندي هون زائد ناقص اتنين شو بصير؟ بصير ناقص ثلاثة زائد ناقص اثنين وبساوي مع بعضهم ناقص خمسة. ليش؟ لأنه باخد الإشارة المشتركة وبجمع. لعملية الجمع لما بيكون عندي إشارتين متساويتين أو متشابهتين باخد الإشارة المشتركة وبجمع، فبيطلع عندي الجواب ناقص خمسة. طيب وهلأ منشوف المثال يلي تحت كمان، إذا لاحظتوا نفس الأرقام بس مغيرين الترتيب، مغيرين تشكيل المجموعات. خلونا أول شي نشوف يلي بقلب القوس الكبير، إكسي سكيز أرت إكسي إكي، يعني ناقص تمانية زائد الناقص اتنين. هون شو بعمل؟ باخد الإشارة المشتركة، خليني أول شي أكتب الخمسة، هاي مغيرت فيها شي أرت، نتيجة هذا قديش؟ باخد الإشارة المشتركة يلي هي الناقص، وشو بعمل؟ وبجمعهم مع بعض تمانية واتنين عشرة. طيب يا حلوين شو بصير الناتج هون؟ عندي عملية جمع من عددين مختلفين بالإشارة، فبالتالي إشارة الأكبر وبطرح، يعني بتصير إكسي بش إشارة الأكبر العشرة وبطرح، أو باخد الفرق بيناتهم بين العشرة والخمسة، كمان عندي خمسة، فطلع معي الجواب اكسي بيش. كمان مثل ما لاحظتوا بالسؤال اللي قبله كمان طلع معي نفس الجواب. اذا خلونا نلخص، بو اشلملرين سونودونا göre ikiden fazla tam sayıyı toplarken farklı gruplandırma yapmanın işlemin sonucuna etkisi yazınız. اكتبوا لي تأثير عمل جروبات مختلفة أثناء عملية الجمع بالأعداد الصحيحة. اتكي يعني تأثير، اتكسي var mı؟ يوك اتكسي يوك. ليش اتكسي يوك؟ لانه ما اختلف معي انا اي شيء لما غيرت مكان الجروبات، فبالتالي بكتب اتكسي يوك. ومنيجي هلا منشوف القاعدة الخاصة بهي العملية اللي شفناها قبل شوي، تم sayılarda toplama işlemi yaparken sayıları farklı şekilde gruplandırarak işlemi yaptığımızda sonuç değişmez. يعني ما تتغير النتيجة لما أنا بعمل جروبات مختلفة أثناء جمع الأعداد الصحيحة. بناء على تام سايلاردا توبلاما إشلامينين، لهذا السبب أو بناء على هذا الكلام عملية الجمع بالأعداد الصحيحة بيرليشما أوزلية واردر، يعني إلها خاصية تجميعية، إلها خاصية تجميعية، يعني عملية الجمع صار عنده إلها خاصية تبديلية وخاصية تجميعية، تبديلية وتجميعية. منشوف كمان مع بعض باقي الخواص، أشرادكي إشلملرين سونوشلارنو بولونوز أوجدوا لي نتيجة هاي العمليات اللي بالأسفل، إكسي أوم بيش أرت أرت أوم بيش. هاي سبق وحكينا فيها لهي القاعدة ورح نرجع نكررها هون مشان تثبت بذهننا أكتر. أنا حكيت لكم لما بتشوفوا هيك مثال
اشيت صاية ترس إشارات، اشيت صاية نفس العدد ترس إشارات، إشارات مختلفة. فبالتالي شو بعمل أنا هون؟ بتذكر مثال الميزان، لما أنا ورفيقتي الاثنين وزننا 40 كيلو، لا أنا بشيلها ولا هي بتشيلني، فبالتالي بيكون عندي توازن، يعني أتكي يوك، ما في نتيجة، ما في تأثير، فبالتالي بتكون النتيجة كام؟ نتيجة 0. طيب وهون يعني لو سبق وحطيت الرقم السالب قبل أو الرقم الموجب، يا ترى رح يختلف عندي شيء؟ لا، المهم إنه إشيت صاير ترس إشارة، يعني عدد، يعني أعداد متساوية نفس القيمة. شوفوا هون 7 هون 7 نفس القيمة، إشيت ذا ترس إشارة. طيب هون يا أنسي ما في قدام شيء، ما في إلها إشارة. أنا شو حكيت؟ لما بيكون عندي عدد بدون إشارة فتلقائيا بتكون إشارته بوزيتيف أو إشارته أرتي. Toplanan tam sayıların benzerlik ve farklarını yazınız. اكتبوا لي الفروقات والتشابهات في هاي الأعداد الصحيحة المجموعة. عندي هون قلنا أول شيء بلش لي بالعدد الموجب، هون بلش بالعدد السالب، فبالتالي ما رح يختلف معي أي شيء سواء بلشت بالعدد الموجب أو بالعدد السالب. بهمني أنا إنه يكون عندي عددين متساويين بالقيمة مختلفين بالإشارة. بنشوف هاي القاعدة. İki tam sayının toplamı mecmu adedeyn sahihin toplama işleminin etkisiz elemanı sıfır veriyorsa, yani mecmu adedeyn sahihin izam yatiyini sıfır, etkisiz eleman. Etkisiz eleman ne demek? Yani unsur muhayyid. Tamam. Unsur muhayyid. Lama bi'illi etkisiz eleman fe huvel unsur el muhayyid. Sıfır yani. Bu iki tam sayıya birbirinin toplamaya göre tersidir. Yani kul vahid min hadol el a'dad bikun muakis el tani. Yani iza bidi aqul artı 5. Şu muakisa eksi 5. Tayyib, iza bidi akhud kaman el eksi 5, şu muakisa artı 5. Tamam, hadol el a'dadayn bnahki anhum muaksin labad. Ala hasab hay el alaqa elli bta'tini 2 zaid el naqs 2 bitsawi 0. İki tam sayının toplama işlemine göre tersi eksi 2'dir. Yani ala hasab hayl ameliyye muakisil rakam 2 fi ameliyyatil cem'a huve naqas 2. Muakisil 2 naqas 2. Muakisil naqas 2 keman huve 2. Hele şufu li hon bir tam sayının toplama işlemine göre tersi, yani akis av muakis adad sahih حسب عملية الجمع في الأعداد الصحيحة أو تام صاينن أو عائد لهذا الرقم. يعني إذا كان الرقم اللي عم يحكي لي عنه هو 5 فمعناها هون كمان قصده بالخمسة. أو تام صاينن ترس إشارة لسيدر، يعني معاكس أي عدد في عملية الجمع بالأعداد الصحيحة هو نفس العدد نفسه 5 5 2 2 3 3، بس مخالفه بالإشارة مثل ما حكينا هون نفس الشيء. فهدول بحكي لهم أنا المعاكس الجمعي. المعاكس الجمعي يعني هو العدد اللي بيجمعه مع عدد تاني بيعطيني النتيجة صفر، فهذا الناقص 2 بسميه معاكس جمعي. أو لنفترض كان عندي الناقص 2 وأنا ضفت له الزائد 2 فصار صفر، فبقول عن الزائد 2 هو المعاكس الجمعي. طيب يا شطورين، هلأ خلونا نشوف القاعدة الأخيرة أو الخاصية الأخيرة. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz. Aujiduli neticetil ameliyat fil esfel. Artı 11 artı 0. Yani zaad 11 zaad 0. Ana kan ande 11 tıffaha. Tamam. Jibit fuğa 0 tıffaha. Yani ma jibit fuğa wala tıffaha. Addaş saru tgayyaru? La ma tgayyaru. Fabittale buddalli netici nefsa. Yani artı kam 11. طيب هون نفس الشيء، كان عندي درجة الحرارة ناقص 7، تمام، في مدينة من المدن كانت درجة الحرارة ناقص 7، درجة الحرارة ما تغيرت أو تغيرت 0 درجة، فبالتالي تغيرت؟ لا ما تغيرت، فبتضل النتيجة إكس يدي. يعني سواء الصفر جمعته مع عدد موجب أو عدد سالب ما بتتغير النتيجة عندي. Sıfırın toplama işleminin sonucuna etkisi yazınız.
بدنا تأثير الصفر. شوفوا تأثير الصفر على نتيجة عملية الجمع، بكتب لهم أنا اتكيسي يوك، ما له أي تأثير، يعني بقول صفر اتكيسي يوك. شوف هون شو كاتب لي، دير تام صاي إلى صفر تطلما، يعني مجموع عدد صحيح مع الصفر تام صاين كنديسينا الشتر، هذا العدد الصحيح بضل مساوي لنفسه، تغير؟ لا ما تغير، سواء كان بوزيتيف أو كان نيجاتيف بضل نفسه. الصفر تام سايلاردا في الأعداد الصحيحة تطلما إيش لمينين اتكيسيز إلمان در، يعني الصفر بسميه أنا اتكيسيز إلمان، يعني العنصر المحايد، العنصر المحايد يعني لا بنقص ولا بيزيد، محايد بضل مكانه لا بنقص ولا بيزيد، فبسميه العنصر المحايد في عمليات الجمع في الأعداد الصحيحة. وهيك أصدقائي خلونا نرجع نلخص مع بعض خواص عملية الجمع في الأعداد الصحيحة. أولا ديشما أزلي فار، يعني إلى خاصية تبديلية، لما ببدل مكان العدد ما بتتغير النتيجة. بيرلشما أزلي فار، يعني إلى خاصية تجميعية كمان، لما بعملن على شكل جروبات بضل الأرقام نفسهم، وبغير الجروبات كمان ما بتتغير النتيجة. وعندي كمان خاصية المعاكس الجمعي، لما بجمع أي عدد مع معاكسه فبيعطيني النتيجة كام؟ نتيجة صفر. وأخذنا كمان العنصر المحايد يلي هو الصفر، مجموع أي عدد صحيح سواء موجب أو سالب مع الصفر بضل العدد نفسه كنديسينا أشتر. وهيك أصدقائي صار عنا أربع خواص لعملية الجمع بالأعداد الصحيحة، بتمنى تكونوا فهمتوهن وركزتوهن وعرفتوا كيف منطبقهن على العمليات التانية، وبشوفكن إن شاء الله بالدروس القادمة. هشتكلن قروش روز.